في حفل رمزي تم اليوم منح رئيس الجمهورية السيد عبد العزيز بوتفليقة جائزة الكرة الذهبية. الجائزة استلمها المستشار برئاسة الجمهورية محمد علي بوغازي بحضور عدد من الوزراء وشخصيات رياضية. فوزي تعليق. أعرب المهاجم الدولي الجزائري إسلام سليماني عن افتخاره بمنحه كرته الذهبية لرئيس الجمهورية السيد عبد العزيز بوتفليقة بعدما توج بها كأحسن لاعب جزائري لسنة 2013، حيث استلمها محمد علي بوغازي مستشار رئيس الجمهورية، والذي أشاد بهذه المبادرة التي تعكس حسبه اعتراف العائلة الكروية الجزائرية بالمجهودات المبذولة من قبل السلطات العليا في البلاد لفائدة الرياضة الوطنية. ما ننساش نقول بلي هاد الجائزة بفضل زملاء بالفريق الوطني، باسكو بدون زملاء الفريق الوطني مانيش هنا في معكم هنا. بالنسبة لي أنا حاب نقدم هاد الجائزة لفخامة رئيس الجمهورية كهدية رمزية لكل مجهودات اللي يقوم بها الرياضة الجزائرية وكرة القدم. لقد شرفني فخامة رئيس الجمهورية سيد عبد العزيز بوتفليقة بتكليفي إياي حضور حفلة تكريم تسلم إهداء الكرة الذهبية التي أحرزها على جدارة اللاعب المتألق إسلام سليماني، والتي قررت الحركة الرياضية الوطنية ولا سيما أسرة كرة القدم إهدائها إلى فخامته على المجهودات الكبيرة المتواصلة وسعيه الدؤوب من أجل ترقية الممارسة الرياضية في الجزائر وكرة القدم على وجه الخصوص. ولعل هذا من أهم شواهد هذه العناية والرعاية الإنجازات والمنشآت التي تجسدت ميدانيا في ظل عهدته. وباسم الطاقم الحكومي أشاد وزير الاتصال عبد القادر مساهل بمجهودات اللاعب سليماني مهنئا إياه بهذا التتويج الذي اعتبره تشريفا للجزائر. نيابة عن وزير الشباب والرياضة بأنه موجود الآن في لجنة المالية بالمجلس الوطني الشعب الشعبي، أن نيابة عنه أن يكون الشرف أن أسلم إلى لاعب أعطى للكرة الجزائرية الكثير، سواء على مستوى الوطني أو على المستوى الدولي هذا الكرة الذهبية. أقول هو إسلام سليماني، إذن هذا شرف لي، وهني باسم زملائي في الحكومة على هذا التتويج. من جهته رئيس الاتحادية الجزائرية لكرة القدم محمد روراوة وصف التتويج بالمستحق، مؤكدا أن سليماني ساهم بشكل لافت في تأهل الخضر إلى مونديال البرازيل 2014. هذا اللاعب الكبير قام بدور فعال مع زملائه في أثناء التصفيات الماضية لتأهل الجزائر إلى كأس العالم إلى البرازيل 2014، ومن خلاله أهني كل اللاعبين وكل طاقم التقنية على الفوز وعلى الاستحقاق وعلى تحقيق الهدف اللي كان منتظر للمرة الثانية على التوالي. وعرفانا بمجهودات المديرية العامة للأمن الوطني في محاربة العنف في الملاعب تم تكريمها بالمناسبة. المديرية العامة للأمن الوطني التي قامت بعدة مبادرات في الرياضة والتي قد رافقت السياسة الرياضية الدولية. تتويج سليماني بالكرة الذهبية مقدمة لتتويجات مماثلة، أمل يتقسمه كل الجزائريين على مقربة من مونديال 2014.